امك، امك كانت شحاته، امك ما عرفتهاش حاجه يا اخي. انا اللي كنت مدي الفلوس لامك قبل ما تموت. ويا رب اموت انا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا اختي، يا رب تموتي وروحك سيدي داهيه. يا رب يا رب ريحني منها، يا رب ريحني منها بقى يا رب. دي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة، ده شغل شغل يا جهلة. طب ما روحتش؟ لا. في ايه؟ في ايه مان؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا الله يا كريمة، كريمة بقى بس كريمة. الله في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفنانة الحمالات الرهيبة دي. دي مش رهيبة، دي جل. دي حلوة قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا، طب بص اديله رنة وهو هو هيتصل بيك. رنة، عارف انا موضوع رنة ده. بقولك ايه يا كريمة؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشة؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا، ما انت كنت تقعد تقول رقصات، دلوقتي انا اللي طلعت وحشة. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا، انقليه على ديسك وبعتيه المطبعه وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي، اشوف انا ولا الرقاصه. دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه، حضرتك ليك منافسين كتير، اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني، الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف. يا ادهم بيه، انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا، عشان كده انا عندي اقتراح، احنا نصرف اكتر في الدعايه. ده بيقول لي نصرف يا نط يا استاذ. أنا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنة، في السنة 150,000 جنيه، وجاي دلوقتي يقول لي أصرف تاني. يا آدم بيه، ده المنافس بيدفع فوق المليون. مليون. ماشي يا لطفي، الغاب ماشي يا لطفي. يلا يلا ماشي يا لطفي. يلا يلا مع ألف سلامة. ألف ليه؟ ليه التبذير بتاعك ده ألف؟ يلا في داهية، يلا 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 بقى، خليك خرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشيء بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد، مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود. ايوه ايوه. عم حامد، مالك في ايه؟ انت عيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه؟ عم حامد، عم حامد مالك؟ بقى انا الموت علي حق، موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى يا سيدي كهرباء اخر الاحزان، حزنوه. لا لا لا. ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن وقمح، خلتني ركاسه مصر الاولى. ها حصل ده؟ انا ما كنت تحط هنا متيني وسواري. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك دينا. اشوفك في الاخره بقى. اخرابك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. اديني عينك الشمال يلا. بس للدرجه دي الرقاصه والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس لا يا اخي، انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش، تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت الصور. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي، تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقولك ايه يا سموحه، ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حالة مقشفرة بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده، الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ. يا سيدي اهو اجرب. انت حر، هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي، زبون 100 100،
ليك قصه كده بحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. عيب يا عم، هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. بقى ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى، حاولت اجيب له الثانيه مش عايز، الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله؟ طب بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه. خلص البنت خليها تتنقل الزف. حاضر يا ستي، بتتجوز ولا بتولد؟ في يا جمعه ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه. امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي، الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا، اتفضلي يلا يا بنت. طب انا بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي الليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه، هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي امشي امشي، انزلي تحت وقفي تحت السلم امشي. جمعه لو سمحت ماشي الناس دي حالا حالا. يلا قصيت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم هردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليك وعلى ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده؟ 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا.